اسمع برضو فكرتك عن الصندوق وانتمائك ليه والطريقة اللي انتوا بتعملوا بيها. زي ما قالت منال، احنا فعلا بنشتغل بروح فريق. عندنا احنا عدد الموظفين قليل قوي، ولكن كلنا بنشتغل حقيقة بروح قوية ان احنا عايزين نخدم البلد. انا بالمناسبة على موضوع عدد الموظفين، انا كنت قاعد مرة مع احد القيادات المهمة يعني، وبنتكلم عن الصندوق، فذكر النقطة دي فقال احنا حاطين كل حد في الصندوق بمقام 10، يعني كل واحد يشتغل شغل 10. ده قليل والله. ايه ده قليل كمان. كل واحد ب100. طيب ربنا يكرمكم يا رب، والمهم النتيجه. فالحمد لله الروح جميله جدا جوه الصندوق، وكل الناس بتشتغل عشان تخدم البلد دي. فده جانب من الجانب الشغل بتاعنا بتاع الصندوق. انا ادارتي او الاداره اللي انا بشتغل فيها هي اداره تنميه الموارد والاتصالات. كل اللي بتعمله استاذه منال من المشروعات اللي على الارض، انا بحاول ابرزها للجمهور بره. تمام. الناس تتعرف عليه وتعرف ازاي احنا شغالين في كمان تنميه موارد، يعني كمان ازاي نجيب. بالظبط ده اهم. بالظبط الاساس يعني، من غير هنا مفيش هنا. من غير بنزين مش هتشتغل العربيه. مظبوط مظبوط. طيب خليني ابدا مع حضرتك بالنقطه الاهم. طول الوقت دايما بنقول ايه، العين بصيره والايد قصيره. فالكلام كله عن الامكانيات طول الوقت. اولا، ايه هي موارد الصندوق بخلاف التبرعات المباشره من المواطنين، وحضرتك بتعملي ايه من سياسات وافكار عشان تنميه هذه الموارد، ثم بعد كده نتكلم بقى عن الاستفاده بتاعتها او استخدامها بيعمل ازاي. اوكي، احنا ابتدينا لو حضرتك تفتكر، طبعا كانت مبادره سياده الرئيس ان احنا نعمل ننشئ الصندوق ده، واجمالي التبرعات اللي وصلتنا من كل الجهات، سواء كان قوات مسلحة أو مؤسسات دولة أو رجال أعمال والدول العربية كمان، وصلنا حوالي 7 مليار جنيه. دول ابتدينا نعمل برامج. الكلام ده إمتى؟ أول 2015. كويس، فبقى عندنا المبلغ ده، هنبتدي نعمل allocation كده أو تحديد الفلوس دي هنحطها فين. كويس، فبقى عندنا برامج قومية كبيرة زي برنامج فيروس سي. المبلغ كله تخصص بالكامل، بنقفل عليه ده المبلغ ده بتاع فيروس سي، بنجنبه للمشروع ده عشان ما نقعش في أي وقت. في نفس الوقت عندنا العشوائيات. لو حضرتك تفتكر السيول، كارثه السيول. تمام. في اسكندريه تم تخصيص 1 مليار جنيه عشان تعويض للمزارعين، وكمان عشان الصرف الصحي والزراعي للمناطق المداره. صح. في عندنا برامج ثانيه كتير، فكل برنامج يتم الموافقه على تنفيذه يتعمل له مخصص. ويعني خلاص ده ما نقربش جنبه. كويس. برضو عندنا الشركة الاستثمارية، شركة القبضة دي عندها رأس مال 2.5 مليار جنيه. فدول اتخصصوا للشركة القبضة. تمام. فمبدئيا احنا دلوقتي بقينا تقريبا بنشتغل بالفلوس الجديدة، التبرعات. في فلوس جديدة بتيجي ولا احنا بنتكلم على 7 مليار دول؟ لا، الحقيقة الحمد لله، بالذات كمان بعد ما الناس شافت النتائج على أرض الواقع، ابتدى يجينا تدفقات نقدية. كمان احنا عملنا الحملة بتاعت رمضان. انتوا بس عشان احنا طول الوقت لما بنتكلم يبقى برضه ناخد الثواب، هو الحساب رقمه كام؟ 037037، ده حساب في جميع البنوك. 037037. تمام. 037037 في كل البنوك المصريه. بالظبط كده. ده حساب صندوق تحيا مصر. زائد كمان عندنا رقم الاس ام اس الموبايل. تمام. اللي هو 37037 ب 5 جنيه. كويس، لان انا حابب ان احنا طول ما احنا بنتكلم يبقى برضو الناس وهي بتتشجع وتسمع كلام حلو عن الصندوق تبقى عندها المعلومات للي يحب. رقم 1333. ما بحبش كلمه تتبرع دي، كلمه تبرع دي مشاركه. تبرع بدل تبرع بالدم، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على مشاركه في بناء الوطن. وبالذات بقول لحضرتك بعد ما الناس شافت النتائج على ارض الواقع، يعني الحمد لله وزير الصحه اعلن انه ما عادش في قوائم انتظار للفيروس سي. احنا يعني مع انتهاء قوائم الانتظار احنا شغالين في المسح الطبي. احنا في كل القرى وفي الاماكن اللي احنا بندخلها بنعمل مسح طبي للمواطنين المصريين اللي موجودين في القرى دي عشان ناخد الاسماء الجديده، الناس المصابين الجداد.